تمام. يعني شوف بقى انت معاك الميكروفون ومعاك الكاميرا كمان. الكاميرا واللي انت عايزه. اول حاجه هديك كابتن اسلام كابتن النادي الاهلي طبعا، واحد من اعظم لاعبي النادي الاهلي في الهاندبول، وهو يتكلم بقى، وبعدين اخد الكابتن طارق محروس لانه الحقيقه جاب التليفون، فيعني نكمل بعد كده مع بقيه اللاعبين ونجومنا ان شاء الله. اتفضل كابتن اسلام، معاك يا كابتن عدلي واستاذ ابراهيم منيب. السلام عليكم باشمهندس. ازيك يا كابتن اسلام؟ ازي حضرتك، الاخبار؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير والله. يعني عودتك والله كويسه، ورهانك على الاهلي ورهان الاهلي عليك كان في محله. الحمد لله رب العالمين. انت رجعت امتى بالظبط النادي الاهلي؟ انا رجعت تاني 2015. طيب رجعت 2016. 2016. واستمريت لحد النهارده انك توصل كابتن النادي الاهلي. الحمد لله رب العالمين، ده فضل ربنا، حاجه كبيره جدا على الواحد ان هو يبقى عنده المسؤوليه دي، ان هو يبقى كابتن النادي الاهلي. مسؤوليه كبيره جدا، بتبقى على الواحد، مش اسم بس، لكن هي حاجه كبيره الواحد بيبقى متحملها، بيبقى بيستحمل ضغوطات كتير، وبالذات انت المجموعه اللي معاك بتبقى مجموعه المره دي يعني الاعمار قليله شويه، لكن احنا الحمد لله رب العالمين الناس متعباني، مش محسسني ان هم صغيرين في السن، لكن الحمد لله الناس كلها يعني قايمه بالواجب وزياده الحمد لله. طيب بعد ما نقول لك مبروك كعاده الاهلي، اقفل الصفحه وفكر في يوم 10، هيحصل الكلام ده ولا لا؟ طبعا طبعا هيحصل. النهارده نفرح الحمد لله، وفرحنا وهنفرح لسه زياده. بكره هيبقى اليوم سفر وتعب، وبعد كده هنفصل وهنبدا تاني من يوم الاحد ان شاء الله اعداد، لان احنا قلنا ناخدها بطوله، دي بطوله افريقيه زي اللي جايه بطوله افريقيه. احنا ان شاء الله متعهدين ان احنا نكسب كل البطولات اللي ربنا يوفقنا فيها ويكرمنا ان شاء الله، وان شاء الله هنركز جدا من يوم الاحد، عندنا تمرين يوم الاحد هنبدا تاني ومحاضرات، وان شاء الله نقدر ان احنا نكون بالسوبر كده. والنبي ما تعيشوا الفرحه اكتر من يوم، ها؟ ليكوا الليله دي بس. وبعدين لازم تنقل تحياتنا لزمايلك كلهم، وخصوصا محسن رمضان، وتقول له قلوبنا معه وربنا يشفيه بسرعه، كنا محتاجينه جدا ان شاء الله. افتقدنا طبعا. تفتكر ممكن يلحق ال مهم جدا، ممكن يلحق السوبر ولا صعب؟ لا ممكن هتبقى صعب شويه، لان هي الاصابه قويه، بس يعني هو والله كان بيتحمل على نفسه، كان ناوي ان هو يلعب المباراه النهارده، بس طبعا لا، سلامته اهم، سلامته اهم، لانه الحمد لله رب العالمين يعني فقدناه، بس ان شاء الله نهدي له السوبر كمان ان شاء الله.